رؤية عجيبة وغريبة يا شباب، رؤية عجيبة وغريبة والله. هذه الرؤية كما هي وصلتني الآن من السودان. يقول فيها الشخص إنه في إنسان يصنع الطعام في نهار رمضان، يزعم أنه يوزعه للأطفال ولأصحاب الأعذار. قال ويأتي أناس ليسوا معذورين، يعني لهم مرضى ولا شيء، ويطعمهم أيضا في نهار رمضان. فرأى في المنام شخصا لا يستطيع أن يصفه، صورته غير واضحة، يقول له عملك هذا خطأ، وإذا لم تنتهي سوف نوقف عملك. نقول هذه رؤيا نذار، هذه رؤيا نذار له أن ينتهي عن صنعة الطعام في نهار رمضان، وأن يتوقف عن هذا الفعل، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي ماله وفي حرمة الشهر، وإلا فستنزل به إن صدقت الرؤيا وصدق تأويلي، ستنزل عليه خسارة عظيمة في ماله، تجتاح ماله مع أنه سيبوء بالإثم. وهذا إجماع أهل العلم أنه لا يجوز صنعة الطعام في نهار رمضان وإطعام الناس إياه. أما المعذور إلى غير ذلك فقد رخص الشارع له، فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، ويأخذ يستتر به، ولكن لا يفتح له محلا في النهار ويصنع فيه الطعام ويوزعه على أعين الناس. فهذه نذارة، هذه الرؤية نذارة له من هذا الفعل، وعليه أن يتقي الله وأن يمتنع وأن يتوب إلى الله يؤوب من هذا الفعل، وأن يغلق هذا المتجر نهارا، وأن يكتفي بأن يصنع الطعام للناس في وقت الفطر في الليل، وفي ذلك غنية وكفاية. وكان ينبغي له أن يستفتي أهل العلم، أكان منتظرا لرؤيا لكي تأتيه ليعلم الحلال من الحرام؟ والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عليه أن يسأل أهل العلم فسيجيبونه أنه لا يجوز. وهذا قالت به اللجنة الدائمة، وقال به الشيخ بن باز، وقال به الشيخ بن عثيمين، وقال به أهل العلم أنه لا يجوز أن الإنسان يفتح مطعم بالنهار في نهار رمضان ويوزع فيه الأكل ويسمح به للناس بأن يأتون للطعام والشراب. أما الأطفال فصح من حديث عائشة أنهم كانوا يدربونهم على الصيام ويلهونهم باللعبة من العهن، إذا من العهن يعني من الصوف إذا بكوا. والله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله الستر والسلامة والعافية. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع موتى المسلمين، واحفظ لي على طهر رزقني بره يا رب العالمين، ويسر لنا حفظ حرمة الشهر وحسن الصيام والقيام. تم تعلو صوتين في ليلة الجمعة الزهراء الغراء ل13 خلونا من رمضان لعام 43 و400 ألف من هجرة العذنان عليه الصلاة والسلام.